السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف موقع stockimage.ai. في طبعا حاجات كتير قوي ممكن بوك كفر، لو انت عايز تعمل غلاف للكتاب، لو انت عايز تعمل خلفية، لو انت عايز تعمل لوجو. طيب خليني هنا مثلا اقول له انا عايز اللوجو بتاعي يبقى قطة بتطير، تمام، واقول له جنريت. لو انت عايز تستثني حاجة ممكن تقول له نيجاتيف برامج، وتقول له مثلا مش عايز لون معين، مش عايز شكل معين، يبدأ ان هو يستثني. تقدر تعمل اكسبورت الصورة، تقدر تعملها اديت، يعني الصورة جت بس مش هي دي اللي انت عايزها، فممكن تقول له طب عدل عليها شوية حاجات كمان. ممكن تعمل اب سكيل، تكبر الصورة. فعمل الصورة ديت، بس طبعا هو مش بيطير، فممكن تقول له جنريت عشان يعمل لك الصورة بشكل اكتر. ممكن تقول له جو تو اديت، فيبدأ بقى يوديك هنا بقى، تبدا تشوف اذا كان في حاجه تقدر عايز تعدلها، تعمل تظبط فلاتر معينه. وهكذا تعمل ادجاست للصوره. التعديلات اللي هي موجوده في اي برامج موبايل، اي برامج تعديل صور على الموبايلات، تمام. ف يعني الموضوع ظريف. بوك كفر، هقول له مثلا عايز عن كات فلاين، فيبدأ يجيب لنا الصورة دي. طبعا كل ما تقوله جنريت بيعمل لك صورة مختلفة عن الصورة اللي قبل كده، يعني حتى لو نفس الكلام وقلت له جنريت هو مش بيدور، هو بيعمل لك صورة خاصة بيك. كرييت، بينشئ صورة من كذا صورة، يعني هو مش هيخلق حاجة جديدة لكن عنده قدرة على مزج الصور بشكل جميل. يعني هسيب لكم رابط الفيديو بحيث ان انتم تجربوا الموقع، ولو عجبكم يا ريت تقولوا لنا في التعليقات. لو في موقع احسن يا ريت برضه تكتبوا لنا في التعليقات.